اهلا وسهلا يا مرحبا. اخذت لعبة صراحة شكلها جميل، ذا اسكيبست الهروب. اي جزء ثاني ما لعبت الاول، بكتشف الجزء الثاني وياكم مرة واحدة وخلاص. ما عندي مفاتيح، ما عندي، يعني لازم ابدا من البداية صح؟ سجن صغير، لازم نشرد من سجن صغير عشان نشرد السجن اللي بعده. ما اعرف يعني، وانا بين سجن وبشرد من سجن واتعب اطلع سجن ثاني، يعني عيب. اذا الكلام مرعب ما يحصلش. اسكب ما طالع البحر. تخيلوا انه في البداية ايش سالفتهم. نعم، دبليو اس دي اي. اوكي امور طيبة، خلينا نقوم نروح. وين اروح؟ طاولة. كلاسيكيات الالعاب. نزل بعدين ايش تبغى؟ سي دلا وصابون. اوف يسوي لنا سلاح هود. نعم انه سلاح الدلاغة. انه نعم، خلنا نشرب لنا سلاح. والله شال اللي بيدي ما حش منه. اخلص اتنشن. نعم، نفهم اللعبة. لازم نسوي شوية علاقات وشوية امور، ولازم نسمع فلسفة بعض الحراس. اسحب عليه شكلي صراحة. ليش سوى الفايدة؟ تعال ها بب بب تشك. يهددهم والله، تفتيش عليهم. يا ويله، المفروض يكون كوستني. وين يصير لوكيت تشك تشك؟ اظني هذا يكون وين. سهم حاطيه والله. اي تشك شعالك رقم واحد. شوف واحد دق عينه. افتح هذا شرد. الو سام. بطل خزان. شو عندهم بالعموم؟ روبنسون بيكاكس. ليش بيكاكس محتاج في السجن؟ خلنا نشوف شو بنسوي فيه. بيكاكس هيد داون ستيرز تو ذا ماركت سيلفر. نروح دكان. يلا ماركت. اوكي معلمة يعني. ليش رست؟ انا طالع من هالسجن. اي هالسجن ليش؟ اظني لازم اسرق. افتشه. اوكي ها عجيب. طب بعدين سبيس. خطينا الدنيا زين. شو نسوي عقب؟ بكوكس سبيس. اوب سوري الحفر. حفر يا ولد. يعني اريح مفروض ولا شو؟ يقول اتبع سهم الاخضر على حسب اريح. زين وقت الغداء. غدا خلينا نتغدى. ايش معصب علي؟ زين سيء. نروح نكمل شغلنا. اهم شيء هذا راعي المكان مي. وين الحارس محل؟ عبيله أعمال شاقة. أوب أشغل حرامية صدق. شلينا مقاس أدرينالين. شفت خيبة؟
لازم اجيب الكرسي، ما خش تحت الكرسي ودق على هذا. قصة. ايه دخلنا، نشرد من اول سجن. لازم اوقف قدامه شوي وقصه. انرجي عندي؟ عندي انرجي. طيب انا احس السجن كله سمع. ايش السالفه؟ دق داون انتو اندر جراوند. إذا مش قادر أطلع الحين، شو السالفة؟ تاب. هني عقب سبيس. اوكي حفرنا. ايه upwards the dig upwards into the empty space. ما يصير يا اخي، يلا احفر احفر. ليش ما يحفر؟ into the empty space. Continue dig upwards, dig into the empty space. زين ما قاعد يحفر الحين. موضوع ثاني. لحظة، I clear two underground spaces ahead. Dug into. سالفته شالته من السجن خلاص، كان الله غفور رحيم. اوكي تعلمنا اللعبه، يعني لا باس بالنسبه للهروب الاول من السجن يعني، بس بتشوف الهروب الثاني كيف بيكون. بس الحين عرفنا اساسيات اللعبه، اني ارجع بلوك لورا ولا اتقدم بلوك قدام. ورد زخوني يا الله، مسكوني مره ثانيه. خلاص بشوفكم في الفيديو القادم، وسوينا الهروب الثاني ان شاء الله. هذا الهروب الاول كان والله شل ثيابي، خلوني بالابيض. خيبه جايبين العالم كله. ما استاهل هاي، بس اوكي. ثانك يو ايفري ون على الحضور الجميل، وحياكم الله.